عرفوا النظام الخبير أول مرة من قبل العالم إدوارد فينغبوم. أوضح إدوارد أن العالم ينتقل من مرحلة معالجة البيانات إلى معالجة المعرفة عن طريق واستخدامها في حل المشكلات واقتراح الحلول المثلى بالاعتماد على محاكاة الشخص الخبير في حل المشكلات. كل الفقرة هي بتقول لك إنه هذا إدوارد جلس مع نفسه قال لك يا عمي خلينا ناخذ مخ الإنسان نحطه بأهله. طيب فما النظام الخبير وما هذا اللي بنحكي الآن؟ هذا بهمني منه إنه تعرف إنه شو عمل إدوارد فينغبوم. الآن نبدأ تعريف المعرفة. شو هي المعرفة؟ المعرفة حصيلة المعلومات والخبرة البشرية. وين بتكون موجودة؟ في عقول الأفراد. بتكون موجودة وين؟ في عقول إيش الأفراد. وهي ناتج استخدام البيانات اللي تنتج من معالجة المعلومات وبنتجها مع الخبرات. طالب بقول لك، بقول يا بني البيانات لما تصير معلومات ادمجها مع الخبرات بتصير معرفة. وصلت؟ إذن هي تعريف المعرفة. طالب بقول لي خلاص، المعرفة حصيلة المعلومات والخبرة البشرية، بتكون مخزنة في عقول الأفراد، بدمج البيانات مع المعلومات بتطلع معرفة. لهون تمام. إذا المعرفة حصيلة المعلومات والخبرة البشرية تجمع في عقول الأفراد عن طريق الخبرة، وهي ناتج استخدام المعلومات اللي بتنتج من معالجة البيانات ودمجها مع إيش؟ مع الخبرات. لهون تمام. نبدأ بأول تعريف مهم، النظام الخبير. برنامج حاسوبي ذكي يستخدم مجموعة من قواعد المعرفة في مجال معين، في فقط مجال إيش؟ معين فقط، لحل المشكلات التي تحتاج الخبرة البشرية. ويختلف أو يتميز عن البرنامج العادي بقدرته على التعلم واكتساب الخبرات. واحد بيقول لك كيف يا رجل، ما أنت تلفونك مش بيعمل لايف أبديت؟ إذن هيو إيش؟ تعلم، نزل إشي إيش الجديد. اللي فاهم لهون يكتب لي تمام أو تم. بعيد، إدوارد فينغبوم له بصمة في النظام الخبير. تخيل أن العالم ينتقل من معالجة البيانات إلى معالجة المعرفة عن طريق الخبرة البشرية، ففكر في النظام الخبير. شو النظام الخبير؟ برنامج حاسوبي ذكي يستخدم قواعد المعرفة في مجال معين لحل المشكلات التي تحتاج إلى الخبرة البشرية. ويختلف عن باقي البرامج قدرته على التعلم واكتساب الخبرات. بيعمل لايف أبديت. طب قواعد المعرفة شو؟ المعرفة حصيلة المعلومات والخبرة إيش؟ البشرية. هلا طلع يا ابني ركز معي، النظام الخبير في مجال لا يصلح لمجال آخر. هاي أربع أسئلة عليها، هيك بدأت الحصة. انسى الملاحظات هاي، هيها بأسئلة هون. بقول لي ما المجالات التي يمكن لنظام خبير العمل عليها؟ مجال واحد ولا يمكن أن يغطي أكثر من مجال. إذا مجال معين، مجال واحد ولا يمكن تغطية أكثر من مجال، هذا حكينا. طيب لا يمكن تطبيق النظام الخبير على أكثر من مجال، لأنه تصمم للعمل ضمن مجال واحد. لأن النظام الخبير تصمم للعمل ضمن مجال معين، مجال واحد، لا يمكن أن يحل المشكلة لن يصمم لأجلها. إذا مصممناه يفحص مرسيدس، كيف بتجيب سيارة بي أم أفحصه؟ ممتاز، برضو نفس الإشي. طلع هي سؤال، اثنين، ثلاث نفس الإشي، وأربعة نفس الإشي. علل بناء نظام خبير جديد أسهل من تعديل نظام خبير في مجال آخر، لأنه يا بني نفس الإشي، النظام الخبير صمم لمجال معين لا يصلح لحل مجال آخر، فتصميم مجال خبير جديد أسرع من أعدل على نظام موجود. ها، لأن النظم الخبيرة صممت للعمل ضمن مجال معين لا يمكن أن تحل المشكلة لم تصمم لأجلها، وتعديلها يحتاج إلى وقت وفرق وجهد كبير. شفت ليش النظري ما بتقدر له؟ بده شرح، بده شرح. آخر واحد، أعطي مثال من خلاله تبين أن النظام الخبير مرتبط بمجال معين. يا بني مرض الدم مزبطش، أفحص عليه السكري. ها، نظام خبير لتشخيص أمراض الدم يصعب تعديله تشخيص أمراض أخرى، وتكون عملية تصميم نظام آخر من البداية أسهل ما عدل عن نظام موجود. كل الأربع أسئلة هدول كلمتين. النظام الخبير مصمم لمجال واحد مش أكثر، لا يمكن أن يحل مشكلة لم يصمم لأجلها. هلا بعد هيك الأمور صارت سهلة. اللي فاهم 100% يكتب أنا مبسوط. بقول لك أنا مبسوط، تكتب لي تم يا زلمة، أكتب أنا مبسوط. جدا كويس، كويس، وأنا جدا مبسوط. جمعت المسجل، البدلة هاي لونها كحلي، طالع على الشاشة أسود، إذا اليوم أسود. الجو أكاديمي مش عارفين يشتروا كاميرا طلع اللون،
كحلي والله كحلي مش اسود. طيب نكمل الان. طيب الان خلصنا من هاي الصفحه، في كل ما نمشي على صفحه بتكون اسوأ فاسوأ فاسوأ، هيك الدرس هذا. طلع لي هاي الان، يا سلام. بدك تحفظ 7 نظم خبيره مع مجال استخدام كل منها. طالب بقول يا استاذ انا جبت الكتاب، الكتاب شارح 5، كاتب 5. يا حبيبي الكتاب شارح 5 وبعدين في 2 شرحهم من خلال الفقرات، اذا هم 7. نبدا باول نظام خبير، دندرال للمركبات الكيميائيه، باف امراض الجهاز التنفسي، بروسبكتر الجيولوجيا والتربه، احفظهم بالعربي، ديزاين ادمايزر او ادفايزر تصميم رقات المعالج الميكروي، ليثيان للاثار، اكسبرتايز توغو لتشخيص اعطال السيارات، وفحص الدم او تحليل الدم لتحليل الدم. هذول سيئين نمشي فيهم حبه حبه. اول شيء دندرال، تحديد مكونات المركبات الكيميائيه، اي عنصر كيميائي اعطيه بحل لك مركباته. باف امراض الجهاز التنفسي، امراض الجهاز التنفسي حطه على مناخيرك، بتضايق من مناخيرك طبعا، بيفحص معاك مرض. بروسبكتر من قبل الجيولوجيين لفحص التربة، يستخدم من قبل الجيولوجيين لتحديد موقع الحفر للتنقيب عن النفط والمعادن في التربة. ديزاين أدفايزر تصميم نصائح لتصميم المعالج الميكروي أو رقائق المعالج. شو المعالج؟ البروسيسور اللي بيكون جوا الجهاز، تمام؟ ليثيان للآثار وفحص الصخور، يعطي نصائح لعلماء الآثار لفحص الأدوات الحجرية. إكسبرتايز توغو تشخيص أعطال السيارة، تبع الدم، نظام تشخيص أمراض الدم، يستخدم تشخيص أمراض الدم، هذا سهل. إذا بعيد بهدوء، سيئين هذول صح؟ حبة حبة. الآن صار روح ارجع نام وحل عنا يا زلمة. مين ناسان مثلي حاسس راح أوقع شاشة؟ أنت يا زلمة جاي تحكي لي اللابتوب تبعك اللي آخرك 18 رقمك وآخرك 31، حلوا عنا يا جماعة. طيب خليني أكمل، اليوم جدا سيء منهم هذول، يا زلمة أنت جاي تشكي لي شو بصير معك؟ صاحي من النوم يا زلمة حل عنا. الآن انتبهوا علي. بعيدة بهدوء شديد. بقول لك اذكر نظم خبيرة مع مجال استخدام كل منها، بقول له استنى شوي. بالعربي اكتب دندرال مركبات كيميائية، باف من باف بلف امراض الجهاز التنفسي، بروسبكتر الجيولوجيا والتربة، ديزاين ادمايزر نصائح لتشخيص تصميم رقات المعالج الميكروي، ليثيان للاثار ونوع الصخور، اكسبرتايز توغو تشخيص اعطال السيارات، والاخير فحص الدم لتشخيص فحص الدم. اللي فاهم اللي حكيناه يكتب تم. انت هيك سمعهم، دندرال باف بروسبكتر ديزاين ادمايزر ليثيان، دندرال باف بروسبكتر ديزاين ادمايزر ليثيان اكسبرتايز توغو. اذا واحد سمعك تحكي هذول فكرك بتحكي قاعد ياباني. دندرال مركبات كيميائية، باف أمراض الجهاز التنفسي، بروسبكتر الجيولوجيا والتربة، ديزاين أدفايزر تصميم نصائح لتصميم رقات المعالج البروسيسور، ليثيان للآثار، إكسبرتايز توغو تشخيص أعطال السيارات، والدم لفحص الدم، وخلصنا صح. كويس، ما المشكلات التي تحتاج أسوأ الآن إلى النظام الخبير؟ 5 مشكلات، اذكر انواع المشكلات او الفئات التي تتعامل معها نظام الخبيرة، كمان مع مثال على كل منها. اذا انواع المشكلات او المسائل التي تحتاج الى نظام خبير، بقول له هذا سهل، كلها بحرف التاء. تشخيص، كتشخيص حالة مرضية او تشخيص اعطال الحاسوب، تشخيص حالة مرضية زي انفلونزا للطيور او انفلونزا الخنازير، تشخيص كتشخيص حالة مرضية، تفسير صور الاشعة، تصميم مكونات الرقائق او جهاز الحاسوب، تخطيط الرحلات الجوية. وصلت؟ وبعيدهم كمان مرة. أول واحدة تشخيص حالة مرضية، تفسير صور الأشعة، تنبؤ بحالة الطقس، تخطيط الرحلات الجوية، وتصميم مكونات الجهاز الماكرو أو جهاز الحاسوب. كلهم بحرف التاء، بس بدك تحفظ كيف أنت تقول تشخيص. هاي مشكلة. مثال تشخيص حالة مرضية زي انفلونزا الخنازير او الطيور او جهاز الحاسوب، تشخيص اعطال معدات لنوع معين من الالات، او تشخيص الطبي لامراض الانسان انفلونزا الخنازير او الطيور، تصميم نصائح عند تصميم مكونات انظمة الحاسوب والذرات الالكترونية، تخطيط الرحلات الجوية زي طبعا الارصاد اللي بتنبأوا كل تنبؤ خطأ،
تفسير صور الأشعة الكيميائيين أنتوا أدبي. التنبؤ حالة الطقس برضو تبع اللي بتنبأ وتنبؤاته برضو خاطئة. هذا التنبؤ تبع الطقس، هذا تخطيط الرحلات الجوية برضو الطقس بيكون سيء. إذا بعيد. ما المشكلات أو المسائل التي تحتاج إلى نظام الخبير؟ بقول له 5 مسائل كلها بحرف التاء. تخطيط، أول شيء مش شرط الترتيب، التشخيص كتشخيص حالة مرضية أو تشخيص أخطار الحاسوب، تصميم نصائح عند تصميم مكونات أنظمة الحاسوب أو الدرات، تخطيط للرحلات الجوية، تفسير صور الأشعة، التنبؤ بحالة الطقس. لهون تمام. هلا طالب بيقول لي كيف بيجيب السؤال؟ طلع أسئلتهم أسوأها، ضع دائرة. يعتبر مما يلي من أنواع المسائل التي تحتاج إلى نظم الخبيرة: ديندرال باف بروسبكتر، تشخيص. شو بتقول له؟ تشخيص. فهمت كيف بدمجهم مع بعض؟ اللي فيهم يكتب لي تم.